يا صباح الخير والامل والسعاده على كل المصريين في كل مكان على ارض مصر الطيبه. اهلا بكم في يوم جديد وصباح جديد من هذا الصباح. وقبل ما نبدا معاكم اخبارنا وفقراتنا على شاشه اكسترا نيوز، نتمنى ان احنا نلتزم بالوقايه من فيروس كورونا، نتمنى ان احنا نكون بنحمي نفسنا من مخاطر الموجه الثانيه للفيروس. حقيقه انه بلدنا طول الوقت بتعمل اللي عليها. الحقيقه من اول ظهور جائحه كورونا حتى في الفترة يعني اللي سبقت، وكمان المرحلة دي هدفها الأول والأخير هو إنها تحمي المواطن. أهم حاجة إن يكون في دعم للمواطن صحياً واجتماعياً واقتصادياً. دلوقتي في مجهود كبير جداً بيحصل، وزي ما حضراتكم بتتابعوا معانا ودايماً موجودين، إن في شغل ليل ونهار. ده عشان أفضل اللقاحات توصل مصر طبقا للي بيناسب طبيعتنا وصحتنا كمصريين وافضلها على وجه الاطلاق. وده بيحصل بتوجيهات من السيد الرئيس طول الوقت، اللي بيتابع من اول لحظه هذا الملف بنفسه، بيتابع فيه كل شيء على المستوى الصحي وعلى المستوى الاجتماعي وكمان على المستوى الاقتصادي. عشان كده بيقدم سلامه المواطن المصري على اي حاجه تانية. فاحنا كمان شفنا تكليف من السيد الرئيس بتوفير اللقاحات مش بس من خلال وزارة الصحة، ولكن كمان من خلال صندوق تحيا مصر للفئات اللي ليها الأولوية. وده كله مش المفروض ان هو يشجعنا ان احنا نهمل الإجراءات، لكن مهم ان هو يشجعنا بالالتزام. احنا مش عايزين حالات تزيد، وعايزين الناس تكون صحتها كويسة عشان لما تبتدي اللقاحات تنزل كل واحد ياخد تطعيمه. احنا بلدنا محتاجين نكمل مسيرتنا، او زي ما سيادة الرئيس بيقول دايما انك تعمل توازن ما بين ان انت بتواجه وباء عالمي العالم كله بيكافح عشان يصمد قدامه، وفي نفس الوقت احنا في مصر بهذا العدد من ملايين البشر محتاجين ان احنا نحافظ على صحتنا، وفي نفس الوقت محتاجين ان احنا نكمل شغل، ومش نكمل الشغل اليومي اللي هو كل واحد فينا بيبدأ يومه عشان يروح شغله وعشان يدور على أكل عيشه، لكن كمان الشغل اللي موجود في المشروعات القومية الكبيرة اللي تمت واللي لسه بتتم واللي بتحصل كل يوم. وبالمناسبة لازم نبقى فاهمين ان كل مشروع تاني زي ما قلنا لكم بيتم على أرض مصر في أي مجال بقى، في أي قطاع، في طرق، في نقل، في بنتكلم على الإسكان، بنتكلم على أي مشروع هتلاقي فيه آلاف 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 من العمالة المصرية اليومية، ودول بالتالي برضو ما ينفعش ان هم يقعدوا في البيت، لان احنا بنتكلم على لما نيجي نتكلم على الاف الاف الاشخاص، مئات الاف الاشخاص، فانت بتتكلم على ملايين الاسر بقى، لان كل واحد فيهم بيكون رب اسرة. المحافظات اللي شغالة فيها المشروعات مش بنتكلم على محافظة بعينها، ده انت بتتكلم ما شاء الله من بحري لإبلي كله على امتداد خط مصر من اول ساحل البحر المتوسط لحد ما ننزل لحد النوبة، وبنتكلم على الشرق والغرب كله مليان. بنروح كمان لمناطق كانت محرومة من التنمية لسنين طويلة، وده اللي احنا شفناه مثلا في مشروعات كتيرة وفرت فرص عمل وخدمات لأهالي الصعيد. صعيد بقى فيك عدد كبير من المشروعات غير عادي، يعني فيش محافظة بطول خط صعيد مصر تقدر تقول انها ما بقاش فيها مشروعات في أكتر من قطاع. عشان كده بنقول أهم حاجة إن احنا عايزين نحافظ على صحتنا، مش بتكلم إنك تخاف من الغرامة. طبعا الغرامة ده هيحصل وهيتم تطبيقها، وأي مخالفة زي ما احنا شفنا من بداية تطبيق القرار بالأمس، أي محل أي فرد مش هيلتزم بالإجراءات الوقائية والاحترازية هيتم توقيع الغرامة عليه. لكن مش ده برضو اللي أنا عايزة حضراتكم وإحنا بنبدأ يومنا نتكلم فيه. أنا عايزاك تخاف على نفسك، عايزاك تخاف على شغلك، عايزاك تخاف على أكل عيشك. لما إحنا بنقعد نتكلم إن إحنا غالبية أهالينا في مصر كادحين، شخص كل يوم بيصحى من النوم يدور على أكل عيشه يوم بيوم، الشخص ده تاني زي ما كنت بقول لحضراتكم قبل كده هو راس ماله صحته. راس مالك صحتك، حافظ عليها، ما تهدرش راس مالك في الحياه. خلوا بالكم على نفسكم، ان شاء الله باذن الله يومكم زي الفل ويكون سعيد وتكونوا موفقين كلكم. وكمان خلي بالكم الشبوره، الشبوره احنا محذرين منها بقالنا مده، وكل يوم بيبقى معانا الهيئه العامه للارصاد الجويه، النهارده واحنا جايين الشبوره يعني كلها الحمد لله
واصلين اشغالنا بستر ربنا، بس نخلي بالنا ونخلي بالنا من الاضاءه دايما تبقى مظبوطه، والانتظار دايما يبقى شغال. ان شاء الله كلكم توصلوا بالف سلامه ان شاء الله للناس بقى اللي لسه ما نزلتش من البيوت ومتابعينا. خلينا نروح مع حضراتكم ونبدا جوله اخبارنا زي ما احنا متعودين، ونروح لنشاط مؤسسه الرئاسه واجتماع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهوريه للمشروعات القوميه والاستراتيجيه، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروه المعدنيه، والسيد محمود شعراوي وزير التنميه المحليه، والواء مجدي انور رئيس الشركه الوطنيه لانشاء واداره الطرق، والواء اركان حرب السيد البوس رئيس الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات. صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إنه هذا الاجتماع تم فيه متابعة جهود تطوير قطاع المحاجر على مستوى الجمهورية، بالإضافة للمشروع القومي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي. وجه أيضا السيد الرئيس بالتطوير المنظم الشامل لمنظومة المحاجر على مستوى الجمهورية. أيضا كان هناك توجيه من السيد الرئيس بالتوسع في زيادة عدد محطات الوقود لتموين السيارات بالغاز الطبيعي في مختلف أنحاء الجمهورية، وده لتعزيز جهود المشروع القومي لإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، بالإضافة لفرص العمل اللي بتوفرها المحطات للشباب. كان هناك ايضا اجتماع اخر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهوريه للمشروعات القوميه والاستراتيجيه، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروه المعدنيه. واكد المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه انه السيد الرئيس تابع خلال هذا الاجتماع مشروعات قطاع البترول وزياده الانتاج وتكثيف عمليات الاستكشاف واستعراض موقف اسواق النفط العالميه. ووجه ايضا السيد الرئيس بتطوير جهود الدوله لتحقيق اكبر استفاده اقتصاديه من موارد مصر من البترول والغاز، بالاضافه لتوفير امدادات الاستهلاك المحلي من كل انواع الطاقه وتسهيل وصولها للمواطنين والقطاعات الصناعيه، وده مع تكثيف أنشطة البحث وتوسيع مناطق الاستكشافات الجديدة. تعالوا نشوف تفاصيل أكتر عن اجتماعات السيد الرئيس في هذا التقرير القادم، بعدها نرجع لكم. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والسيد محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء مجدي أنور رئيس الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق، واللواء أركان حرب السيد البوص رئيس الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة جهود تطوير قطاع المحاجر على مستوى الجمهورية، فضلاً عن المشروع القومي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي. وقد وجه السيد الرئيس بالتطوير المنظم الشامل لمنظومة المحاجر على مستوى الجمهورية وفق آلية مركزية موحدة تحقق الحوكمة وترسي مبادئ واضحة للعلاقة ما بين المستثمرين والدولة بهدف حسن إدارة الموارد الطبيعية للدولة. كما وجه السيد الرئيس بأن يشمل التطوير أيضاً عملية إدارة وسير شاحنات نقل المواد الخام المحجرية لضمان التزامها بمعايير السلامة والأمان لمنع التلوث والهدر والحوادث المرورية. شهد الاجتماع كذلك استعراض محاور تنظيم منظومة المحاجر على مستوى الجمهورية، بما فيها الموقف التنفيذي للشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات التي تهدف إلى حوكمة المنظومة بهدف تعظيم الاستفادة من موارد الدولة، لا سيما من خلال إقامة فروع للشركة في مختلف محافظات الجمهورية، إلى جانب تنفيذ حصر كامل لبيانات المحاجر والملاحات وإنشاء منصة جغرافية إلكترونية موحدة لكافة محاجر الجمهورية. شهد الاجتماع كذلك عرض سير العمل بالمشروع القومي لتحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، لا سيما ما يتعلق بمحطات التموين بالغاز الطبيعي على مستوى الجمهورية، وجهود تحويل السيارات لتعمل بالوقود المزدوج من غاز طبيعي وبنزين. وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بالتوسع في زيادة عدد محطات الوقود لتموين السيارات بالغاز الطبيعي في مختلف أنحاء الجمهورية، والتي من شأنها
تعزيز جهود المشروع القومي لإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، بالإضافة إلى فرص العمل التي توفرها تلك المحطات للشباب بالنظر إلى مراكز الخدمات المتكاملة المتنوعة بها. موجها سيادته بتزويد محطات الحافلات الجماعية والنقل العام بمحطات مركزية للتزود بالغاز الطبيعي بهدف استيعاب أكبر كتلة ممكنة من المركبات على مستوى الجمهورية، وذلك بالتنسيق بين وزارة البترول والشركة الوطنية للطرق. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة مشروعات قطاع البترول خاصة في مجال زيادة الإنتاج من الحقول المتقادمة للغاز والبترول وتكثيف عمليات الاستكشاف وكذلك استعراض موقف أسواق النفط العالمية. وقد وجه السيد الرئيس بتطوير جهود الدولة لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى لموارد مصر من البترول والغاز، فضلاً عن توفير إمدادات الاستهلاك المحلي من جميع أنواع الطاقة وتسهيل وصولها إلى المواطنين والقطاعات الصناعية مع تكثيف أنشطة البحث وتوسيع رقعة مناطق الاستكشافات الجديدة. وقد استعرض السيد وزير البترول خلال الاجتماع جهود الوزارة لتلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وذلك من خلال تطوير منظومة تداول وتخزين وتوزيع المنتجات البترولية، وكذا التوسع في مشروعات البنية الأساسية لمواكبة نمو الطلب على المنتجات البترولية بالسوق المحلي. كما شهد الاجتماع في ذات السياق التطرق إلى التعاون الإقليمي في ملف الطاقة ومستجدات جهود الدولة للتحول إلى مركز إقليمي لتداول البترول والغاز. نرجع ونكمل كلامنا، خلينا للي بدأناه، ارتفاع الأعداد اليومية للمصابين بفيروس كورونا الحقيقة خلى كمان بقى فيه طلب هام جدا من دار الإفتاء المصرية من جموع المصريين إن هم يلتزموا بالإجراءات الاحترازية والوقائية وإن هم يلبسوا الكمامة، وده توجيه ورسالة وجهتها دار الإفتاء المصرية من خلال صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. ونجد دار الإفتاء وجهت هذه الرسالة لكل المصريين، ضمت كمان صورتين للأطقم الطبية اللي ظهر عليهم التعب من زيادة تعاملهم مع حالات كورونا. وجهت أيضا دار الإفتاء الشكر للأطباء والتمريض وطلبت المصريين إن هم يعدلوا سلوكهم، إن هم يحافظوا على صحتهم، إن هم يلتزموا بالإجراءات الوقائية والاحترازية ويخففوا كمان الضغط أو هذه المعاناة اللي احنا بنشوفها على الأطقم الطبية. طيب احنا معانا على التليفون دكتور خالد عمران أمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية. دكتور خالد صباح الخير عليك. صباح الخير يا فندم على حضرتك وعلى مشاهدينا الكرام جميعا. أهلا بحضرتك. يمكن هذه الرسالة اللي واجهتها دار الإفتاء المصرية للمصريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا على صفحتها الرسمية على الفيسبوك، وهو مطالبة المصريين بضرورة ارتداء الكمامة، الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، وأيضا يعني الشكر للأطباء الحياة والأطقم الطبية والمعاناة كمان اللي هم فيها. مضمون توجيه رسالة زي دي فضيلتك من خلال دار الإفتاء المصرية، حضرتك بتشوف انعكاسه إيه على المجتمع؟ يعني بما ان احنا مجتمعات متدينه وبما ان احنا في حركتنا نرجو من الله سبحانه وتعالى ان يكون معنا وهو معنا آمين يا رب دائما. نحن عندنا كما ان الاحداث والظروف اللي زي كده بتنطق برسائل، فمن ضمن الرسائل الواجبة علينا أن نلتزم باتخاذ الأسباب حيال هذه الأزمة أو هذه الجائحة. نعم. الأزمة فيها ابتلاء من الله سبحانه وتعالى أو اختبار لمن سيتخذون الأسباب. فمن اتخاذ الأسباب التي عبرت عنها الجهات المعنية وزارة الصحة والجهات الطبية أن نتخذ الإجراءات الاحترازية، فكان واجب علينا الحقيقة أن احنا نتخذ هذه
الإجراءات الاحترازية، وده هيعبر عن أننا نكف الأذى عن أنفسنا وعن الناس، هنحفظ صحة أنفسنا وصحة الناس، فنتمسك بما تمسكت به، بما قصدته الشريعة بل الأديان كلها من حفظ النفس وحفظ الأنفس كلها. ده المشاركة فيه ده أمر شرعي وأمر وطني وأمر يظهر التعاون، وزي ما سيدنا رسول الله علمنا مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم، كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أيضا لابد أن احنا نتذكر هذا القطاع الذي الواقف على قدمه المدافع في الصف الأول، الجيش الأبيض الذي نقدم له كل الدعم زي ما هو الحقيقة واقف طبعا في خط الدفاع، نقدم له كل الدعم وكل الشكر، لأن من لم يشكر الناس لم يشكر الله سبحانه وتعالى. فالحقيقة هذا الأمر يجب علينا كثير من التعاون، ويجب على كل مواطن يسمعنا الآن أن يتمسك بالإجراءات الاحترازية، أن يتمسك بالكمامة، أن يتمسك بالتباعد الجسدي أو التباعد الاجتماعي. طب أنا عايز أسأل فضيلتك في أمر هام يعني جدا، إن ممكن حد يقولك أنا دلوقتي هلبس مثلا الكمامة عشان الغرامة، أو هلف أسلف كمامة لحد وبعد كده هقلعها، أو هتحايل مثلا، يعني لو هو مش مقتنع إنه الإجراءات دي كلها لحمايته هتحايل على تطبيق القانون، ده بيكون حكمه إيه فضيلتك؟ يعني ما هو ده بقى اللي احنا بنقول ان الامر ليس فقط القانون، القانون يعني شدد علشان الحماية الاجتماعية، لكن كمان احنا بنخاطب ضمير كل انسان وخصوصا المتدينين. الكمامة فيها الكمامة والاجراءات الاحترازية فيها كف الاذى، الكمامة فيها اجر وثواب، عدم اتخاذ هذه الاجراءات فيه اذى للناس، وحتى كده بتتسبب في أذى خلق الله سبحانه وتعالى، وهذا عبرت عنه الجهات المختصة إن أنت ما بتعملش كده بتكون سبب في أذى الناس. والذين يؤذون المؤمنون والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. من يكون سبب للمفتاح للشر، إن النبي عليه الصلاة والسلام تعود أن يكون المرء مفتاحا للشر بين الناس، هذا من باب أن يكون الناس مفتاح للشر. إذن أنا لو ما بمنعش الأذى عن الناس ده في اسم الشخص طبعاً. عندما يعني لا يمنع الأذى عن الآخرين، وإحنا عارفين العدوى طبعا أذى، ودي جائحة، ده في اسم فضلتك؟ قطعا يا فندم، بيكون سبب في في المرض، وفي قطعا بيكون فيه ذنب وارتكاب لشيء كبير عند الله سبحانه وتعالى. ونعم بالله. أنا بشكر حضرتك جدا، كل الشكر دكتور خالد عمران أمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية. يعني إحنا بنتكلم إن إحنا نمنع الأذى عن بعض، نمنع الأذى زي ما كان فضيلة الدكتور بيوضح، نمنع الأذى عن بعض، إنك تخلي بالك على نفسك عشان ما تأذيش حد تاني، أظن دي حاجة كبيرة أوي. طيب واحنا بنتكلم على الحاجات كمان، واحنا بنتكلم على الـ 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 الاكل والشرب في امور كتيره جدا جسمنا ومناعتنا. طبعا في العادي الليمون من الحاجات اللي ليها حضور قوي جدا في فصل الشتاء، مش عشان بس كورونا، لكن احنا بنتكلم على نزلات البرد العاديه، حتى انه الليمون فيه فيتامين سي وبالتالي هو مهم جدا للمناعه مع كورونا كمان. الحين واهميه ان انت تاخد الليمون او عصير الليمون او حتى الليمون على السلطه او كده، فهو ليه فوائد كتيره جدا. في ناس مننا كمان ما تعرفش انه مش بس الميه اللي موجوده في الليمون، لكن قشر الليمون المغلي ليه فوائد كتيره جدا. بالمناسبه الناس اللي بتخاف تتخن في الشتاء، لو شربت قشر الليمون المغلي بيساعد ان هو يعني تقلل الوزن، لانه بيساعد على حرق الدهون، ما بيخليش فيه شحوم متراكمه في الجسم، وده اللي لازم بيقولوا او الدراسات بتاكد انك تشربه قبل الوجبات تقريبا بربع ساعه على الاقل، غير طبعا ان هو بيخفض معدل الكوليسترول في الدم، واللي طبعا بيحمي من امراض القلب وتصلب الشرايين والاوعيه الدمويه وحاجات كتير قوي. قالوا كمان ان قشر الليمون ثبت علميا انه بيقوي المفاصل والاسنان،
ليه؟ لأنه القشر تحديدا فيه نسبة عالية من الكالسيوم، وقالوا إن هو بيقوي جهاز المناعة لأن فيه فيتامين جيم، وده مضاد طبعا للالتهابات ومضاد للأكسدة اللي بتقاوم طبعا الخلايا السرطانية. كل دي حاجات أو دراسات اتعملت مؤخرا عن قشر الليمون. هيكون معانا على التليفون الدكتورة منى عبد المطلب استشاري التغذية. دكتورة منى صباح الخير. صباح النور، اهلا وسهلا. اهلا بيكي دكتور. دايما كنت بتكلمينا عن الليمون والبرتقان والحاجات اللي فيها فيتامين سي والجوافة، لكن احنا نبقى عارفين ان القشر كمان مهم ومغذي ومفيد، دي يمكن بعض الناس مش يعني ما عندهاش المعلومة الكافية لأهمية ده. هو حقيقي فعلا، يعني هي كل العيلة بتاعت يعني اللي هي بنسميها حمضيات او الليمون واخواته، يعني دول كلهم طبعا كلنا عارفين هم اغنيين جدا فيتامين سي، بس هو الفكره انه كمان القشر ليه استخدامات فعلا زي ما حضرتك قلت دلوقتي. احنا كمان اصحاب الامراض الروماتيزميه بيبقى عندهم وجع بتاع مخاطر زي ما حضرتك عارفه، مؤلم جدا وبيبقى فيه يعني سخونه والتهاب والم مع الحركه وكده، فبيستخدم كمان الحاجات دي كبيست كده، او يعني زي يعني بيبقى معجون كده مع حاجات اخرى زيت زيتون وتوم وورق كرنب وهكذا، بيتعامل زي بيست كده بيدهن بيه المفصل. يعني بيخش في صناعه مستحضر يعني. ده مش مستحضر كمان، دي وصفات عربيه، يعني لما بنيجي نقرا كده في الكتب بتاعت الوصفات بتبقى يعني زي بيتعاملوا مع بعض في الصلاة، وبعدين بيبقى زي حاجه معجون كده، ماده تفرد او تدهن على المفصل وبعدين بيتلف المفصل ده، اللي هو القشر الليمون وزيت الزيتون والثوم. ايوه تمام كده. وايه كمان؟ وبيتحط كمان معاهم ورق كرنب او شطه، الشطه دي برده تاثيرها قوي جدا. بتزيل تاثير الالم، لان هم بيبقوا المشكله عندهم كلهم الالم بتاع المفصل وقله الحركه، ضغط الحركه بتاعته. لما بيدهن المعجون ده من بالليل مثلا، بيلفوا المفصل مثلا باي حاجه ترانسبيرنت بلاستيك كده او حاجه، يصحى الصبح بيلاقي بقى قللان في الالم وفي التورم وفي سهوله في الحركه، فده بيفرق جدا جدا فعلا. الوصفات دي يعني بننصح بيها دايما يعني بيشتكي من موضوع المفاصل ده، سواء بقى امراض روماتيزميه روماتويد او خشونه حتى، لان كتير برضه بيشتكوا من الخشونه خصوصا مرض السمنه وزياده الوزن، فده بيبقى تاثيره حلو قوي. طب غلي قشر بقى الليمون بكل الحاجات اللي الدراسات بتتكلم عنها انه بيحرق الدهون، او ان هو بيقلل معدل زياده الوزن، ان هو بيخفض الكوليسترول، واحنا بنتكلم على الغلي بتاع قشر الليمون مش بس عصير الليمون. والله هو كله مفيد الحقيقه، بس هو يعني خلينا دايما نتكلم بانه الحاجه تبقى ما تتعرضش لدرجات الحراره العاليه، لانه لو عرضتيها لدرجه حراره عاليه هتفقد نص كميه فيتامين سي الموجوده. يعني مش الغلي، يعني ممكن يكون وضعه في ميه سخنه مثلا بس. ده حقيقي، لانه الليمون نفسه احنا حتى لما بنشرب بنقول ايه، لو عايز تشرب ليمون اشرب ليمون عادي اللي هو البلد بتاعنا، او ليمون دافي. مش مغلي. مش المغلي، لانه الغليان نفسه فيتامين سي ده اللابايل احنا بنسميه، او فراجايل اللي هو هش، يعني بيتاثر شويه بالحراره. فطبعا هنفقد منه كميه كبيره، فدي نقطه. النقطه الثانيه انه يعني هو مهم جدا كفيتامين سي طبعا لحاجات كتير قوي في جسمنا، احنا بنسميه يعني سوبر اميون فيتامين، هو يعني اكبر واحد في المناعه، يعني هو ده قوي جدا جدا، او بيساعد جدا في انه يحمينا من فطار العدوى او كده. ايوه، انا الحقيقه بشكر حضرتك جدا يا دكتور على المعلومات دي. شكرا للدكتوره منى عبد المطلب استشاري التغذيه. اذا نخلي بالنا وناخد طبعا ونقوي مناعتنا على قد ما نقدر. الحياه عموما نعمه، نعمه من ربنا سبحانه وتعالى، بتساوي في حب الحياه فيها الكبير والصغير، والرضا والسعاده بتحول العمر لمجرد رقم في حياه صاحبه، وده اللي بيخليه ما بيأثرش على الحياة النفسية للإنسان. يعني دايما احنا بنقعد نقول ان كل مرحلة في حياتنا ليها جمالها وليها طبيعتها، كل سن وكل لحظة بتعدي عليك، ودايما حد يقولك انه في واحد ده كبير في السن، لا ده الشباب شباب القلب. اكبر دليل على انا بقوله لكم، سيدة يابانية دخلت مؤخرا موسوعة جينيس للأرقام القياسية باعتبارها اكبر معمرة في العالم، بعد ما احتفلت بعيد ميلادها ال 118،
واللي لسه بتعيش حياتها بالمناسبة بصورة طبيعية جدا. مش بس كده، دي بتمارس الرياضة والحياة ما بتعانيش من أي حاجة ما شاء الله يعني، وأكدت إنها إن شاء الله هتتمنى إنها توصل لعمر 120 سنة، وهي طبعا حاليا بتعيش في دار رعاية يعني في ولاية فوفكا اليابانية، واللي أكد طبعا المسؤولين فيها إنها ليها نظام طبعا خاص في الدار، بتمارس الرياضة بشكل معين، عندها انتظام كمان في الوجبات، ملتزمة بوجباتها في مواعيدها عشان تحافظ على صحتها، وده اللي أكدته المعمرة اليابانية. وكمان قالت إنها حريصة على الدراسة باستمرار، يعني هي طول الوقت بتتعلم وعايزة يبقى عندها معلومات أكتر عن كل حاجة. الدار اللي عايشة فيها ما منعتش عنها الزيارة خلال أزمة كورونا يعني اللي حمايتها، لكن هي كمان اتحولت لرمز مهم في اليابان. صحيفة محلية يابانية قالت إنها هتشارك، إن تانكا هتشارك في مسيرة الشعلة الأولمبية لأولمبيات طوكيو في مايو 2021 باعتبارها من أكبر سكان الأرض حتى الآن. ربنا يعني يا رب يديها الصحة والعمر. هرجع معاكم لخبر تاني مش لطيف شوية، بس احنا كتير حذرنا من هوس السوشيال ميديا. هوس كتير على فكرة اتكلمنا في الموضوع ده، كتير من الناس بقت مهووسة بالسوشيال ميديا، وبالمناسبة ده مش في مصر بس، هذا الهوس في مواقع التواصل الاجتماعي طال العالم كله. بسبب فيسبوك بقى حصل واقعة غريبة جدا في أمريكا. مواطن أمريكي في الولايات المتحدة الأمريكية المفروض ان تم اتهامه او ان هو كان سبب القبض عليه ان هو عنده هذا الهوس اللي احنا بنتكلم عنه. الشخص ده عمل ايه بقى؟ هدد رئيسه في الشغل السابق بالقتل، بعت له طلب صداقه، وقعد طلب الصداقه متعلق على الفيسبوك لمده يومين من غير ما يقبله. ودي طبعا القصه اللي نشرتها بالمناسبه جريده، وهي جريده يعني معروفه ديلي ميل البريطانيه، عن الشاب اللي عمره 29 سنه اللي طبعا بيواجه مشكله بسبب ان هو طلب الصداقه من مديره السابق والحياه ما قبلهاش. هو دلوقتي متهم بالقتل في جنايتين وجهتهم ليه المحكمه، هو السطو والارهاب، لانه بعت رساله بيقول فيها اقبل طلب الصداقه والا هقتلك. نهار اسود، محدش فاهم في ايه. نشر صوره كمان على سناب شات وكتب ان عائله رئيسه السابق هتحتاج لباب من الحديد، وده اللي خلى السلطات ترجع للقطات كاميرا المراقبه، واكتشفوا منها انه راح فعلا عند بيت رئيسه السابق في العمل وقعد يضرب الباب برجله، وكان لابس نفس اللبس اللي في صورته اللي موجوده على السناب شات. قال ان هو يحتاج، قال ان الاسره هتحتاج من باب جديد لبيته، وده كان سبب كافي جدا ان هو يتحاكم، وتحددت له جلسه في المحكمه يوم 27 يناير اللي جاي بتهمه السطو والارهاب. متوقع طبعا انه لو خرج هيخرج بكفاله تقريبا ما يعادل 25,000 دولار بسبب الفيسبوك وطلب الصداقه. هوس هوس على مواقع التواصل الاجتماعي. احنا قفلنا كلام عن هذا الهوس الاجتماعي، واستاذنكم بقى نروح لفاصل صغير، بعدها هنرجع نكمل معاكم فقرتنا في الصباح، خليكم معانا. نرجع لكم من تاني وبصبح عليكم مرة تانية. هروح لعم فؤاد. عم فؤاد مواطن مصري أصيل بيساعد غيره وبيحس بألام الناس، عشان كده كل يوم عم فؤاد سواق التاكسي اللي هو بقى شخصية من الشخصيات الشهيرة جدا جدا في محافظة سوهاج واللي من أهالينا الجدعان في الصعيد، ما بيبدأش يومه كل يوم إلا بعد ما يعمل توصيلة أو اتنين لاتنين من اللي موجودين في المحافظة من مرضى السرطان، يروح يوصلهم من معهد الأورام. لازم يعمل توصيلة أو اتنين الصبح ببلاش قبل ما يبدأ شغله أو قبل ما يروح يتوكل على الله ويدور على أكل عيشه. ربنا يا رب يكرمك يا عم فؤاد، بصبح عليك ويزيدك من نعيم الله. تعال نشوف عم فؤاد في التقرير اللي جاي. العم فؤاد عبد النعيم سائق التاكسي أو فاعل الخير كما يطلقون عليه في محافظة سوهاج، هو رجل في الخمسينيات من عمره نظر نفسه لعمل الخير قدر استطاعته،
فتحول إلى أحد الشخصيات الشهيرة في مجتمعه، خاصة وأنه يبدأ يومه مبكراً لا للسعي لكسب قوت يومه، ولكنه يبدأ يومه بالمرور على معهد الأورام لعله يجد أحد المرضى ليساعده، فهو لا يستطيع أن يبدأ يومه إلا بعمل الخير، مع تفاؤله بهذا السلوك الإنساني ومع إشراقة كل صباح يكون شوقه لعمل الخير أقوى من أي شيء آخر. بشتغل في سواق تاكسي، وكنت مريض بنفس وعندي كان ورم في القولون من حوالي 6 سنين، وعملت عملية والحمد لله ربنا يعني شفاني شفاء تام. ومن 3 سنين كده يعني طرأت في دماغي من المعاناة اللي أنا شفتها ومن الناس اللي كانت تيجي المعهد وتقعد، لأن كنت نقعد محجوز في المعهد 3 أيام، فكنت بتعرف على الناس يعني وظروفها وإيه الدنيا فيها وبتاع. مرضه بالسرطان كان نقطة تحول في حياته دفعته نحو عمل الخير، فمنذ أكثر من 3 سنوات وهو يقدم هذه الخدمة لمن يحتاجها من دون توقف، بلافتة صغيرة على سيارته كتب عليها عبارة التوصيل لمرضى الأورام بالمجان، ليفتخر بأنه يساعد من دون طلب مقابل. أي حد من أي حتة في سوهاج بيركب معايا يقول له مديني واحد الأورام، بنزله بأخده معايا ووصله، يجي يطلع الفلوس، شكرا يا عم الحاج أنا متشكر أنا ما أخدش علاج. قبل كده طول مشوار الرحلة اللي ما واخدها معاه بتكلم معاه بقول له يا عم الحاج أنا كنت مريض زيك، أنا ما كنتش يعني الحمد لله ديني زيك، لأن هو في الوقت ده والمرحلة دي بتبقى، لأن أنا اليأس كان هو كان متملكني، لأن كنت 99% متأكد أن أنا راح أموت. داخل السيارة يتسامر العم فؤاد مع المريض ليحكي قصته مع مرض خبيث دام 6 سنوات، انتصر بعدها على المرض ليشجع المرضى على الاستمرار في العلاج وعدم اليأس. بكل الحب والتقدير يبادل المرضى عم فؤاد فاعل الخير المحبة، ويؤكدون حبهم الشديد له لحرصه على مساندتهم دائما في أي وقت من دون مقابل. الراجل بصراحة بما يرضي الله وصلني مرة واثنين وثلاثة، ما بيخدش فلوس مني مجانا كده لوجه الله، لأنه كان تعبان قبل كده ومر بالحالة دي ويعني موهبها لله صدقة كده. إذن انتهى اليوم بشكر الله وحمده على نعمة قدرها له الله خلال يوم التقى فيه عم فؤاد بعدد من المرضى، قام بتوصيلهم وتشجيعهم، وفي شارعه البسيط يترك سيارته ويعود لمنزله للراحة ويشكر الله على نعمة أتمها عليه بالشفاء وحب الناس. يعني الحياة تقرير جميل جدا عم فؤاد، ربنا يا رب يكرمه يا رب ويديله الصحة والعمر ويرزقه كمان وكمان، لأنه الحياة دي من الحاجات الإنسانية الجميلة. طبعا شكرا لزملائي على هذا التقرير. خليني أرجع وأقول لحضراتكم أنه الكلام عن فيروس كورونا مش هينتهي، لا يعني أكيد مش هينتهي قريب، عشان نبقى فاهمين أنه حتى لو الفيروس انتهى من العالم فهيفضل ما تسبب فيه هذا الوباء العالمي. مش بكلمكم بس في الخسائر الاقتصادية، لا لا لا، خلينا نبص الخسائر البشرية اللي هي لا تقدر ولا تعوض، اللي ما حصلتش في أي عصر من العصور المعروفة قبل كده. ضحايا هذا الوباء العالمي وصل لثلاث أضعاف الضحايا في الحرب العالمية الثانية. عدد الوفيات بهذا الفيروس وصل لأكثر من 1,800,000 حالة وفاة على مستوى العالم، وعدد الإصابات على مستوى العالم 84 مليون إصابة، وده لوحده كفيل بأنه هو يسبب على فكرة جرح كبير جدا في تاريخ البشرية، كفيل كمان أنه هو يخلينا نتعامل مع هذه الأزمة بجدية أكبر. وأنا بتكلم هنا، خليني أرجع معاكم لمصر. مصر بلدنا الحياة قدرت أنها تتحرك بشكل سريع جدا قبل بداية الأزمة، وده اللي خلانا في واقع الأمر تجنبنا كوارث كتيرة قوي بنشوفها في بلاد تانية. اللي حصل في مصر واللي ابتدينا أن احنا نتعامل والأسلوب اللي احنا تعاملنا بيه، قدرنا نحمي أرواح كتير جدا من المصريين ونحميهم بكل الطرق، وده حصل بمجهود كبير. والمجهود اللي حصل الحقيقة واللي احنا بنوجه فيه الشكر والتحية من الفرق
والأطقم الطبية، الصفوف الأولى في المقدمة، واللي لهم الفضل بعد ربنا سبحانه وتعالى في ان هم انقذوا ارواح كتير جدا من المصابين بفيروس كورونا. كان عندنا في مصر معدل الاصابات برضو كتير لما بنشوف، بس كنا بنشوف كمان معدلات للشفاء كبيره. والحقيقه للاسف احنا مش عارفين نرد لهم الجميل ازاي، وانا بقول رغم ان هم مش طالبين مننا اي حاجه، هم كل طلب مننا الاطقم الطبيه او ان احنا ما نضغطش على المنظومه الصحيه ان احنا نحمي نفسنا، ان احنا نخفف من الضغط عليهم. مجهود الحياة جبار بيقوموا بيه بشكل غير عادي على مدار الساعات وعلى مدار اليوم، وفي ناس بتفضل بعيدة عن أهلها وعن أسرها بالأيام، غير طبعا منهم الحقيقة اللي تعرض يعني منهم شهداء الأطقم الطبية اللي استشهدوا وهم بيواجهوا هذا الوباء العالمي، هذه الجائحة العالمية، ومنهم كمان اللي كان بيتعرض للإصابة. وجودهم لأيام طويلة في الشغل ولساعات متواصلة في مستشفيات العزل، بالنظر منهم أبطال في مهنتهم، أبطال يعني هو حتى بيرفض أنه ياخد الأجازة بعد 14 يوم من العمل المتواصل وضغط من الحالات الحرجة، سواء في الموجة الأولى أو اللي احنا بنشوفها في الموجة الثانية اللي بنمر بيها دلوقتي. حين الأطقم الطبية في مصر دورهم بطولي يعني غير عادي، جميع العاملين بقى بنتكلم على اطباء وتمريض واستشاريين فنيين اشعه وتحاليل، كله الناس اللي قاعده في مستشفيات العزل على وجه التحديد، دول يعني هم مش طالبين بالمناسبه من اي حد اي حاجه غير انه يحمي نفسه، ما يزودش الضغط عليهم بالاصابات، ما تبقاش مستهتر، ما تهددش ارواح غيرك بعدم التزامك بالاجراءات الوقائيه اللي احنا بنتكلم عنها، عدم التزامك بالكمامه، عدم التزامك بالتباعد الاجتماعي، هو ده المطلوب بالمناسبه. تاني هنرجع نقول ان مفيش اي حاجة تانية هما طالبينها منك، انك تلتزم بالاجراءات الاحترازية فقط، ده اللي احنا عارفينه، ده اللي احنا عارفينه زي ما احنا عارفين اسامينا. وانا كلامي طبعا للناس اللي هي بتاخد الموضوع باستهتار، زي ما احنا شفنا بقى اللي حصل، الناس نزلت الشارع واتجمعت عشان تحتفل بليت راس السنة، ولا مش عارفة كان في عرض في محل ايه، فالناس يعني مش طبيعي، دي ناس مش مقدرة خطورة الوضع ولا شراسة هذا الفيروس في الموجة التانية في العالم كله. واللي احنا بنقول العالم كله، احنا مش في معزل عن العالم، واحنا بنتمنى ان احنا نفكر فيهم، نفكر فيهم ونفكر في نفسنا. احنا مش عايزين كمان اي حد فيكو بيسمعنا او اي شخص، مثلا بعض الفيديوهات مثلا الواحد كان منتشر على السوشيال ميديا امبارح بيعلم الناس ازاي تلبس الكمامه فزوغ من الكمين. انت ناوي تبقى مجرد رقم في معدل الاصابات اليوميه ولا مجرد رقم في معدل الوفيات؟ طب لو انت ناوي تبقى الرقم ده، ليه بتعمل كده في الناس؟ لا في ناس انا مستهتر. طب انت ناوي تبقى مين فيهم؟ رقم في معدل الإصابات؟ وارد. رقم في معدل الوفيات؟ لا قدر الله برضو وارد، ما محدش ضامن نفسه. عشان كده احنا بنتكلم انه مهم جدا 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 ان احنا يكون عندنا وعي الفترة دي، مهم جدا 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 ان احنا زي ما احنا بنقول شكرا للأطقم الطبية، شكرا للأطباء والتمريض اللي انتوا بتعملوه، شكرا للمجهود اللي بيحصل للحقيقة الجبار، وان انتوا في مواجهة هذا الوباء وفي الخط الأول، وعندنا الحمد لله معدلات شفاء عالية جدا، وعندنا ناس بتقدم حياتها وناس بتضحي بصحتها عشان احنا نخف، مفروض ان احنا نخفف الضغط عليهم، خصوصا مع اللي بيحصل في هذه الموجة في العالم كله مش في مصر بس. احنا معانا التليفون الدكتور محمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي بوزارة الصحة. دكتور محمد صباح الخير على حضرتك. صباح الخير على حضرتك يا فندم وعلى مشاهدين حضرتك الكرام وعلى مصر كلها بإذن الله، وربنا إن شاء الله يجعله عام سعيد على مصر وعلى العالم كله. يا رب. أنا بشكر حضرتك جدا، والحقيقة بنوجه لكم التحية والتقدير لجميع الأطقم الطبية والعاملين على كل المجهود الحقيقة اللي بيحصل في كل المستشفيات في كل أنحاء الجمهورية، الحقيقة مجهود ربنا يقويكم ويعينكم عليه. يا فندم ما فيش حد يقدر يتهرب من واجبه
قصاد بلد بعظمه وجمال مصر. وحضرتك اذا كان القدوه في القياده السياسيه التي لم تبخل باي شيء، ومجلس الوزراء في قياده رئيس مجلس الوزراء ومعالي وزير الصحه والسكان كلهم بيشتغلوا اكثر مننا مئات الالاف، فكان واجب على كل افراد الفريق الطبي ان هم يتفانوا، لان ما فيش غير مصر واحده. يا رب يا رب يحفظ مصر يا رب يبقى اهلها ان شاء الله. طيب دكتور محمد، واحنا بقى مع هذه الموجه الثانيه او الحديث اكتر انها ذروه الموجه الثانيه، هل ده صحيح؟ هي دي ذروه الموجه الثانيه لفيروس كورونا؟ والله علميا يعني طبقا لعلم الوبائيات لازم يفضل على فتره على وتيره واحده المعدلات تكاد تكون متقاربه للغايه، بعد فتره من الملاحظه والقراءات الوبائيه نقدر نقول ان احنا بننزل ولا لسه، وان شاء الله ربنا يكرمنا جميعا يا فندم. هي حاجه مجرد فوركاستنج او توقعات اللي بيحصل، طبعا هي الحالات هي الفيصل في هذا الموضوع. لكن حضرتك بمنتهى الامانه احنا قادرين تماما على ان احنا نقلل اعداد الاصابات وننزل فعلا بحاجه واحده، الدوله بتعمل اللي عليها، اكثر من 360 مستشفى مفتوحه، 47 مستشفى حميات، 34 مستشفى صد، مستشفيات عزل يا فندم مجهزه باعلى الامكانيات، كل الادويه احدث ما في العالم من ادويه يتم تلقيها لمرضى كورونا موجوده داخل بلدنا وبالمجان، هي بالاف الجنيهات. حتى لو في مريض بيتعالج في القطاع الخاص بتتاخد من وزاره الصحه مجانا يا فندم. الادويه انا عرفت ده انه الادويه اللي بيتم تقديمها للحالات المصابه بفيروس كورونا في المستشفيات القطاع الخاص بيتم تقديمها من قبل وزاره الصحه والسكان بالمجان للمستشفى، المريض ما بيحاسبش عليها. ما فيش بلد بتعمل كده يا فندم، كويس؟ بس دي قيمه المواطنه وقيمه ان انا اكون مواطن مصر. حضرتك بمنتهى الامانه كل هذه الجهود واكثر منها كثيرا لا يسعى في الوقت ان انا اقوله، بس يظل العامل الاوحد والفيصل في هذا الموضوع ان الحاله تظل حاله. واحد مصاب بكورونا لا يعدل اخرين. بقلل دايره الانتشار المجتمعي يا فندم بحاجات بسيطه وضوابط تتعدى على صوابع اليد الواحده مش هتكلفنا شيء. طب دكتور محمد، الناس بتسال على حده الانتشار، يعني باعتبار حضرتك رئيس للاداره المركزيه، هل احنا في هذه الحده او نقدر نقول انه احنا وصلنا لحده الانتشار او قوه الانتشار الخاصه بهذا الفيروس، ولا برضو لسه ما فيش مقياس لهذه المساله حاليا؟ والله حده الانتشار يعني قدره الفيروس على الانتشار وعلى العدوى هو ده طبيعه فصل الشتاء يا فندم. اولا فصل الكورونا لا يعترف بارتفاع وانخفاض درجه الحراره كثيرا في الجو، ولكن ما يصاحب فصل الشتاء من غلق الاماكن والميل للدفء والتجمعات في البيوت في الاماكن المغلقه في نوادي في كافيهات هي دي المشكله. حضرتك لو تلاحظي معظم ناس كتير قوي اتكلمت على ان الاصابات حاليا من الشباب، وفي الرضع يا دكتور والناس مش عارفه طب الطفل الرضيع ده ايه بروتوكول العلاج اللي هياخده؟ يعني هي الرضع حالات قليله للغايه يا فندم. انا لو اتكلمنا على الشباب، حضرتك فصل الاعياد اللي فائت ده حضرتك ان الناس فعلا في اعياد الكريسماس واحتفال براس السنه وكذا 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 وكذا، اللي كان اللي نشاطه وحركته كبيره هو فعلا الفئه العمريه الاقل الشباب. كويس، وعشان كده هي مش اصابات كبيره، بس هي الملاحظه دلوقتي لان يمكن الكبار بيخافوا على نفسهم شويتين. طبعا كل اجهزه الدوله من الامس تحركت لتنفيذ قرار دوله رئيس مجلس الوزراء بتفعيل الغرامه المطبقه على عدم ارتداء الكمامه، ان الضوابط والاجراءات الاحترازيه على الكافيهات والمطاعم، والأجهزة التنفيذية بتاعة المحافظات بتعمل هذا، ووزارة الداخلية قايمة بدور مشكور من امبارح، وده الملاحظ حتى أثناء مراراتنا على المحافظة. طب دكتور الأطفال تحديدا بقى، سؤال لحضرتك، هل الطفل لازم برضه هو كمان يرتدي الكمامة؟ أصل احنا عندنا أطفال صغيرين قوي دلوقتي بيتعدوا. واحنا بنتكلم على أطفال بقى ما بين فئات رضع حتى لو قليلة، أو بنتكلم على سنتين وثلاثة وأربع سنين وخمس سنين ولحد 10 سنين. الناس تقول لك هل انا ابني المفروض الطفل في السن ده من وهو بيبي يعني هحط له كمامه؟ لا يا فندم، هو الفئات العمريه الاقل حضرتك اللي بيتعدي اتعدى من حد تاني، كويس؟ اتعدى من حد تاني مخالط ليه. التهويه الجيده للمنازل والاماكن المغلقه طوق نجاه. تاني حاجه يا فندم، الطفل الصغير اللي مش هيقدر ان هو يلبس الكمامه
الفيس شيلد كافي يا فندم. الشيلد اللي هو اللي نازل بتاع الاطفال البلاستيك ده كل يا فندم ده كافي. ده كافي يا فندم. حضرتك لاني انا فعلا مرض بيتنقل عن طريق الرذاذ وليس عن طريق الهواء، يعني انا لو ما فيش هواء محمل برذاذ في مرمى مت مش هيوصلني، فانا لما بعمل بارير او عازل زي كده انا فعلا بامن كل يعني الاطفال الصغيرين اللي ما يقدروش يرتدوا الكمامات. ونصيحه ثانيه يا فندم من حضرتك، من فضل حضرتك اتفضل يا فندم. كل الناس يعني انا مش هي كورونا بس، الشتاء له امراضه التنفسيه المشهوره ومنها طبعا نزلات البرد والانفلونزا. حضراتكم الضوابط والاجراءات الاحترازيه تطبق على جميع الامراض لانها ما تقلش خطوره يا فندم. حضرتك هنا بتتكلم على النزله الشعبيه والالتهاب الرئوي وما الى ذلك امراض الشتاء، الكمامه هتمنع العدوى في ده. وبعدين لو في بيت في واحد حاله اشتباه او حاله اصابه باي مرض تنفسي يا فندم يفترض ان هو يكون موجود في اوضه لوحده ان امكن، الاوضه دي كلها حمام، ان ما كانش ليها حمام يبقى هو موجود في اوضه اقرب اوضه للحمام اللي بيخدمه شخص واحد، الشخص الواحد ده يكون من الاصحاء اللي غير مصابين بامراض مزمنه. احاول دايما ان الاوضه دي تكون جاهزه للتهويه وبابها مغلق. الادوات الطعام اللي بتقدم اليه يفضل ان هي تكون احاديه لاستخدام بلاستيك او ورق، او ما كانش كده اطهرها تطهير جيد. اللي داخل عليه لابس كمامه هو يلتزم بالكمامه لو خارج رايح الحمام او حاجه زي كده. طبعا تهويه بيوتنا عامل اساسي يا فندم، ارتداء الكمامات وغسل الايدي والتطهير بالكلور. الكلور ما فيش ارخص منه في الدنيا يا فندم، ان انا اطهر كل الاسطح المشتركه، نقلل الزيارات شويه، ما ابقاش موجود في مكان مغلق لفترات طويله، لان فعلا الدراسات العلميه اللي شاركت فيها مصر اثبتت ان الاماكن المغلقه العدوى فيها اكثر من غيرها. طيب دكتور، بس اخيرا وليس اخيرا، احنا عارفين ان احنا يوميا بيكون في تطوير جديد فيما يتعلق ببروتوكول العلاج، وفي طبعا ناس كتير دلوقتي بتلجا لي اللي هو الاعراض البسيطه للعزل المنزلي. هل بروتوكول العلاج بيكون هنا واحد ولا لازم نرجع مثلا لتطبيق صحه مصر او نرجع لوزاره الصحه، نرجع لمين عشان انا ابقى عارف المرحله اللي انا فيها دي مستدعيه انهي نوع من انواع بروتوكولات العلاج؟ طبعا يا فندم، هو انا انصح اي واحد تظهر عليه اعراض يتوجه لاقرب منشاه طبيه تبع لوزاره الصحه، فيها جميع افراد الفريق الطبي مؤهلين ان هم يقدموا له الدعم والاستشاره الطبيه، حتى لو هيعمل عزل ببيته. بالظبط يا فندم، ما هو اللي بقى احنا بنقول هنعمل عزل، من فضل حضراتكم ما تعملوش عزل منزلي، يعني كويس ان انا عندي اعراض بسيطه انا عامل عزل لنفسي، انما بتتبع اعراض. لو لقيت ان في اعراض دي في التنفس او اي حاجه بتتطور شويه ان هي بتشتد حدتها، لازم الجا لمنشاه طبيه، لان فعلا الفيصل ان انا الجا للاستشاره الطبيه مبكرا. بروتوكول العلاج يتضمن تصنيف الحالات من اول الحاله البسيطه، الحاله المتوسطه او الثانيه والثالثه كريتيكالي ال، او ان هو حاله كبير او شديد. نعم حضرتك، على حسب التصنيف احنا بنقول هل دي حاله بسيطه وتستوجب العزل المنزلي والمريض مشكورا بياخد الدواء بتاعه على نفق الدوله وبيروح لبيته. وفي ناس بيتبعوا من الفرق الصحيه من الادارات الصحيه في نطاق الجغرافي لسكنه. نعم. ويتابعوا معاه، انت عامل ايه؟ حالتك الصحيه؟ ما فيش ظهور اعراض جديده؟ ما فيش كذا؟ حتى بيقدموا له دعم نفسي لغايه ما بيمر من هذه الحاله المرضيه. نعم. لو الحاله متوسطه او خطيره طبقا للبروتوكول، وان الفريق الطبي والطبيب المتواجد بيقول ده عنده عوامل مزمنه حتى لو هي حاله متوسطه هنحجزه ونطمن عليه، او الحاله الشديده دي لازم تتحجز وتصنيف. طب انا بس يا دكتور، عشان احنا مع الاسف لازم نروح للموجز، انا عايزه بس سؤال من حضرتك في نص دقيقه. فتره العدوى، يعني في مثلا ناس يقول لك اصل انا بعد 10 ايام مش معدي، اصل انا بعد اسبوعين مش معدي، اصل انا بعد يومين مش معدي، ايه هو المقياس؟ بص يا فندم، يعني هي حتى دي هو المرض مستجد، وحتى تصنيف منظمه الصحه العالميه قالت بعد اختفاء الاعراض 10 ايام انا اعتبر متعافي. بس احنا شفنا كتير ان الناس الفيروس موجود فيها وبتعمل بي سي ار ويلاقوا الفيروس موجود. نعم بالظبط. طبعا الفيروس مش مجرد ان انا حامل الفيروس ان انا هنقله، لان ما فيش كحه، ما فيش عطس، ما فيش الاعراض. اذا ما فيش الاعراض واختفت ينتج عنها الرذاذ. بالظبط. بس ما اقدرش اقول ان حامل الفيروس لن ينقل العدوى 100%. فعشان كده حضرتك دايما، طيب انا اختفت الاعراض بتاعي
بتاعتي ومضيت 10 ايام ما فيش عندي اعراض فانا انسان عادي. تمام. نرجع للانسان العادي دلوقتي في جائحه كورونا، هو مطالب ايضا ان هو يرتدي الكمامه في كل تاكيد تجمعات وفي الشارع وفي وسائل المواصلات. احنا مع ده وبشكرك جدا كل الشكر الدكتور محمد عبد الفتاح رئيس الاداره المركزيه للطب الوقائي بوزاره الصحه والسكان. خلي بالكم من نفسكم والله. مفيش حاجة ليها مقياس بقى، كل الناس بتقعد تتكلم في كلام كتير، مفيش شيء ليه مقياس، احنا بنتعامل مع فيروس مستجد. ان شاء الله ربنا ينجينا ويعافينا جميعا. استأذنكم نروح لفاصل وابرز واهم وعناوين الاخبار، بعدها هنرجع نكمل معاكم فقرة في الصباح، خليكم معانا. وكعادتنا نروح بقى نطمن حضراتكم على الحاله الجويه، واحنا من الصبح وامبارح وكان معانا هيئه الارصاد الجويه يوميا بنقول لكم خلي بالكم. الجو جميل دفى شويه الصبح، لكن الشبوره صعبه جدا، شبوره الضبابيه ما زالت مكمله معانا، وده اللي احنا حذرنا منه كمان امبارح. خلينا تنضم الينا من الهيئه العامه للارصاد الجويه الدكتوره ايمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه اسماء، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بيكي. ما زالت الشبوره الضبابيه الحقيقه يعني النهارده واحنا جايين، يعني الحمد لله كده ماشيين بستر ربنا، الحقيقه في حاله قلق كبيره جدا من الناس من يعني هذه الشبوره الكثيفه، خصوصا ان احنا بنتكلم على ذروه هذه الشبوره، يعني معدلات الرؤيه بقت صعبه جدا، يعني تكاد تكون لا تتعدى امطار بسيطه، مش حتى المعدل اللي احنا اتكلمنا عنه امبارح. هو فعلا حقيقي ان في شبوره مائيه كثيفه بتصل لحد الضباب، الرؤيه وصلت لاقل من 100 متر على بعض الطرق، وفي بعض الطرق انعدمت الرؤيه تماما، وتم اغلاق العديد من الطرق النهارده، يعني طريق الكريمات، طريق اسكندريه الصحراوي، طريق بورسعيد، اسماعيليه، السويس، طريق مصر اسوان الزراعي، كل هذه الطرق تم اغلاقها بسبب الشبوره الكثيفه اللي بتصل لحد الضباب، وده طبعا بيستمر معانا ان شاء الله، يعني ممكن لحد الساعه 10 صباحا تبدا تتحسن الرؤيه تدريجيا، يعني هي بدات الآن تتحسن تدريجيا، وطبعا مع الساعات القادمة للنهار هتبدأ تتحسن الرؤية تدريجيا ويتم إعادة فتح هذه الطرق إن شاء الله. طبعا الشبورة المائية الكثيفة بتتكون من بعد الفجر وبتستمر حتى التاسعة أو العاشرة صباحا، بعد كده بتبدأ تتحسن الرؤية تدريجيا، وده هيستمر معانا إن شاء الله حتى نهاية هذا الأسبوع. إحنا مستمرين في حالة الاستقرار في الأحوال الجوية حتى نهاية الأسبوع، فالشبورة المائية الكثيفة هتستمر معانا إن شاء الله حتى نهاية الأسبوع، وطبعا السبب فيها هو وجود المرتفع الجوي اللي بيأثر علينا برياح شماليه شرقيه بتمر على البحر المتوسط وبتتحمل بكميات عاليه جدا من الرطوبه مع هدوء في سرعات الرياح وانخفاض في درجات الحراره الصغرى، ده اللي بيؤدي لتكون الضباب والشبوره الكثيفه في الصباح الباكر. اما فيما عدا ذلك النهارده في فرص امطار خفيفه جدا على بعض مناطق من السواحل الشماليه للبلاد لكنها غير مؤثره تماما. ايضا الطقس بيكون دافئ تماما اثناء ساعات النهار مع سطوع اشعه الشمس، لكن طبعا بيكون بارد الى شديد البروده اثناء الليل على معظم انحاء جمهوريه مصر العربيه. طب دكتوره ايمان معلش سؤال، هو هل احنا دلوقتي بكره هنشوف برضو الشبوره دي بنفس الكثافه ولا ممكن مثلا تقل شويه؟ هي مستمره بس يعني ممكن يحصل لها انخفاض شويه، ولا هتفضل بنفس الكثافه؟ لا بنفس الكثافه حتى نهايه الاسبوع، يعني حتى لو هي قلت هتبقى بتقل على مناطق ومناطق ثانيه كثيفه، فهي طبعا كل الطرق الزراعيه والطرق السريعه معرضه طبعا للاغلاق بسبب الشبوره الكثيفه، وده مستمر معانا حتى نهايه الاسبوع ان شاء الله. ان شاء الله. انا بشكرك جدا دكتوره ايمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئه العامه للارصاد الجويه، ربنا يستر، وارجوكوا ارجوكوا ارجوكوا رجاء ناخد بالنا دايما من هذه التحذيرات، مهمه جدا نلتزم كمان زي ما قلنا بان احنا نكون مأكدين على الاناره في العربيه انها تكون شغاله كويس، الانتظار كمان نكون محافظين عليه ونمشي طبعا بهدوء وربنا يسترها ان شاء الله. تعالوا نشوف درجات الحراره المتوقعه ونرجع لكم مره ثانيه. انا عايزه اقول لكم كمان عشان الناس تبقى فاهمه انه تطبيق الاجراءات الاحترازيه والوقائيه ده مش استثناء،
دول العالم كلها بتلجأ لده بأن يبقى فيه تطبيق شديد وحازم للإجراءات الاحترازية والوقائية، تتعامل معها على فكرة بكل قوة وقسوة، سواء احنا بنتكلم كمان فيما يتعلق بالحظر أو الإغلاق الكلي أو الجزئي. فأي قرار بتتخذه أي سلطة في مواجهة أزمة كورونا صعب أنه حد يفكر يتجاوزه، لأنه دايما التجاوز في كل دول العالم دلوقتي فيه عقاب، ولأنه العقاب ده مرتبط بأرواح الناس، هي مش مسألة فيها لعبة. نتيجة طبعا نلاحظوا أنه في بعض الاستهتار شوية من الناس. في استراليا عملوا الغرامة وصلوها لكام بقى؟ اسمعوا الرقم، 38,000 جنيه استرليني اتطبقوا غرامة على زوجين هربوا من مطار ميلبورن الدولي في استراليا بعد ما تقرر ان هما يدخلوا الحجر الصحي. يعني كانوا في المطار وبعدين شكوا فيهم ان هما عندهم اشتباه في كورونا، فالمفروض ان هما كانوا يخشوا الحجر الصحي عشان تطبق عليهم الاجراءات الاحترازية، لكن الزوجين خرجوا من المطار وتحركوا في شاحنة، يعني اتصرفوا عشان يهربوا قبل ما يتم ضبطهم، رغم انهم كانوا بالمناسبة مش طالعين بلد تانية، يعني مش رايحين مش مسافرين بره، ده هم جوه استراليا. يعني مثلا كده زي ايه، انت مسافر من القاهرة للغردقة او لأسوان، لكن الاجراءات المفروض انها تتطبق عليهم ان هم كانوا يرجعوا يدخلوا العزل الصحي لان هم مشتبه فيهم في واحد من الفنادق بمجرد ان هم يوصلوا البلد التانية دي، وده خلاهم طبعا هم يفكروا في حين ان هم يهربوا. عشان كده تم تطبيق هذه الغرامة 38,000 جنيه استرالي، وهو قيمة ما تم تطبيقه من وزير الصحة الاسترالي على الزوجين دول. دي ما فيهاش هزار، الموضوع منتهي، ربنا يسترها. انا عايزه اقول لكم ان احنا اليومين دول ومع بدايه السنه الجديده عندنا اجواء كتير جدا من الاحتفالات بعدد كبير من النجوم وفنانينا اللي احنا بنحبهم قوي. النهارده احنا هنحتفل معاكم في هذا الصباح بذكرى ميلاد او عيد ميلاد نجمه كبيره كلنا بنحبها بنعشقها لجمالها والروحها والاعمالها المتميزه، ولانها دايما بتكون حتى كمان بالنسبه للستات ايقونه في الجمال وفي الشباب وفي الإرادة. زي ما قلت لكم هي نجمة كبيرة ليها أداء تمثيلي متميز جدا، متعتنا بأدائها وبحضورها على مدار سنوات طويلة جدا من عمرها، ما شاء الله طبعا ما بتكبرش، يعني دايما جمالها وحضورها طاغي طول الوقت. هي النجمة الكبيرة ليلى علوي اللي أمتعتنا الحقيقة بهذا الأداء والحضور اللي كنت بقول لكم عليه، والموهبة القوية الكبيرة، تنوع كمان في الأدوار والشخصيات اللي هي قدمتها، سواء بنتكلم على السينما، الدراما التلفزيونية، شفناها في أدوار كتيرة جدا حتى من بدايتها، دور الفلاحة في خرجة ولم يعد، استمتعنا بيها طبعا. وإحنا بنتكلم على حديث صباح والمساء، يا يعني بجد ده شخصية من الشخصيات اللي أنا الحياة بعشقها، خصوصية كبيرة. بنتكلم على سواء الحقيقة لما عملت كمدرسة أو زوجة في فيلم بحب السيما، قدرت أنها تقدم عمل وشخصية مهمة كمان في مسلسل عائلة مش ممكن ننساها، واللي أشاد الحقيقة بمشاركتها الراحل الكبير رحمه الله الأستاذ وحيد حامد، قامت بدور مثلا أجنبية فيلم ليلة البيبي دول، بنت بلد جدعة اضحك الصوره تطلع حلوه الحقيقه، كمان بحضورها في فيلم المصير مع الاستاذ يوسف شاهين ما يتنسيش هذا الاداء، واللي قدمت فيه كمان استعراض، يعني شاركت كبار المخرجين من اجيال كتيره جدا مختلفه، يعني هم استفادت كتير من تجاربها، وهي كمان الحقيقه او ما كان حضورها في اي عمل كان بتحس ان في استفاده لاي مخرج او مؤلف من موهبه ليلى علوي في نجاح عملها. الحقيقة أنه دايما زي ما قلنا أنه وجودها في أي عمل، في أكتر من عمل مختلف، ودايما تحس أنها بتتغير في الشخصية أي ما كانت روح الشخصية اللي هي بتقدمها، دايما بيبقى فيه اختلاف في أداء الفنانة الجميلة ليلى علوي اللي احنا بنحبها بجمالها وبرقيها وبثقافتها، ودايما بأنها بجد. يعني مثلا سامع هوس ده كان فيه استعراض
رهيب جدا طبعا مع الراحل الاستاذ ممدوح عبد العليم الله يرحمه. احنا بنتكلم على حركه واداء طول الوقت متغيرين ومفيش ثوابت في اي دور هي بتقدمه، عشان كده دايما كنا بنشوف كل جديد. كل سنه طبعا وهي طيبه وتعيش وتمتعنا باعمالها الجميله المتميزه سواء في السينما او في الدراما بجمال وتالق زي ما احنا متعودين. فنانه جميله ليلى العلوي عقبال 100 سنه. هستأذنكم بقى نروح لفاصل صغير وبعدها نرجع نكمل معاكم فقرتنا في هالصباح، خليكم معانا. من اول يوم بدايه الحلقه كنا بنكلمكم على المجهود، على التنميه، التنميه اللي زي ما قلنا مش قاصره على محافظه بعينها ولا مكان معين على ارض مصر، لكن الحقيقه ان التنميه بتحصل في كل شبر واقعيا على ارض مصر، وكتير من حياة المشروعات التنمويه تم توجيهها لارض سيناء الغاليه. اللي بدات الحقيقه بلدنا كان في خطه واضحه جدا من السيد الرئيس، وفي خطه مع كل الاجهزه المسؤوله ان يحصل تنميه بشكل حقيقي في سيناء. المشروعات القوميه اللي بتحصل على ارض الفيروز في كل المستويات، واللي غيرت كتير جدا بالمناسبه من حياه اهالينا في سيناء. سنين طويله احنا عارفين انها كان في اهمال. لكن الحقيقه النقله اللي حصلت خلال هذه السنوات الاخيره، كتير من القطاعات اللي بدا يظهر ليها تاثير ايجابي ومباشر، التأثير اللي احنا بنتكلم فيه ده هدفنا فيه هو أهلنا المواطن السيناوي، اللي هي زي ما احنا بنشوف مشروعات الإسكان اللي بتحصل هناك دلوقتي واللي حققت الحياة الدولة فيها طفرة كبيرة جدا في كل محافظات الجمهورية. كانت سيناء ليها نصيب كبير جدا واللي مستمرة معانا لحد النهاردة في 2021، ولسه كمان عدد كبير جدا من المشروعات اللي بتحصل على أرض سيناء الغالية. خليني ارحب بضيفنا اللي بينضم الينا عبر سكايب، المهندس عمرو عبد الهادي رئيس المكتب الفني للجهاز المركزي للتعمير. باشمهندس صباح الخير. صباح الخير عليكي وعلى الساده المشاهدين. اهلا بحضرتك. واحنا بنتكلم على المشروعات التنمويه الحاليه اللي بتحصل في كل شبر على ارض مصر وفي كل محافظه، خلينا نقول انه يعني واحنا بنتكلم على سيناء تحديدا انها طلها كبير جدا او كان نصيبها كبير جدا من الاهتمام خلال السنوات الاخيره فيما يتعلق بالمشروعات التنمويه ومشروعات الاسكان. اهلا بيك يا فندم. حضرتك بالنسبه لمشروعات الاسكان، وزاره الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيه دلوقتي حاليا شغاله خلال العام المالي الحالي في مشروعات باجمالي استثمارات حوالي 27 مليار جنيه. ده بخلاف الاستثمارات الخاصة بإنشاء المدينة المليونية سلام مصر، لأن دي استثماراتها كبيرة وشغالين بها بقالنا فترة، والمرحلة الأولى إن شاء الله مخطط إن هي تنتهي خلال العام المالي الحالي، نهاية العام المالي الحالي. المشروعات بتنقسم في مشروعات تتبع الجهاز المركزي للتعمير اللي تابع لوزارة الإسكان، مشروعات طرق وإسكان بدوي ومشروعات إسكان وخدمات ومرافق وتجمعات تنموية ومزارع تنميه متكامله. دي تكلفتها الاستثماريه حوالي 5.5 مليار جنيه. بالاضافه لكده في عندنا مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، دي تكلفتها اكثر من 12 مليار جنيه. ده بخلاف مشروعات محطه معالجه الصرف الصحي لاستغلالها في الزراعه. في عندنا محطه معالجه مصرف المحسمه لسه منتهيه خلال العام المالي الحالي، ودي طاقتها مليون متر مكعب تكفي لزراعة 50,000 فدان داخل سيناء، بالإضافة لمحطة معالجة مصرف مياه بحر البقر اللي شغالين فيها دلوقتي بتكلفة حوالي 12 مليار جنيه. يعني محطات المعالجة تكلفتها أربع، محطة معالجة الصرف الصحي علشان استغلالها في الزراعة حوالي 14 مليار جنيه إجمالي. في عندنا كمان مشروعات الإسكان الاجتماعي في سيناء، في عندنا حوالي 6200 وحدة. هو انا كده بتكلم عدد كبير جدا من المشروعات يا باشمهندس، وعايزه الساده المشاهدين ناخد كده على احنا كده عندنا كام مشروع مثلا في قطاع الاسكان تم تنفيذه، لو احنا بناخد
بالارقام بنتكلم على يعني اللي حضرتك ذكرت اكتر من جزئيه، الاسكان وقطاع الصرف الصحي ومياه الشرب وفيما يتعلق بالطرق الحياه، ده كبير جدا من المشروعات التنمويه الكبيره اللي بتحصل على ارض سيناء. لكن خلينا نبدا مثلا على وجه التحديد في البدايه مثلا فيما يتعلق بمشروعات الاسكان، عدد المشروعات اللي تتعلق بالاسكان الاجتماعي او الاسكان المتوسط وما الى ذلك، كم مشروع حاليا شغالين في سيناء؟ وحاليا في سيناء حوالي 30 مشروع اسكان، بتنقسم ما بين اسكان اجتماعي، في اسكان اجتماعي تم تنفيذه في محافظه شمال سيناء حوالي 2200 وحده، في اسكان اجتماعي تم تنفيذه في محافظه جنوب سيناء وجاهز للتسليم للمواطنين حوالي 4000 وحده، بالاضافه لعندنا حوالي 250 بيت بدوي، وفي عندنا حوالي 5 مشاريع اسكان مختلف متنوع زي احلال عمارات المساعيد في مدينه العريش. احنا عندنا 18 عماره، في 8 عمارات تم من الانتهاء منهم ب 160 وحده، وفي عندنا 10 عمارات شغالين فيهم باجمالي 200 وحده سكنيه. ده بخلاف عندنا التجمعات التنمويه الجديده اللي تم افتتاحها مؤخرا، سياده الرئيس افتتاحها من شهرين، عندنا 18 تجمع تنموي. التجمعات دي بتقوم نشاطها الاساسي على الزراعه وبتوفر فرص عمل للشباب وتمليك اراضي وبيوت كامله المرافق والخدمات. نعم. دي فيها حوالي 1200 وحده منزل بدوي، وشغالين دلوقتي في 4 تجمعات اخرى، وزياده عدد التجمعات في 18 تجمع اللي تم منهم، بحيث ان هو يبقى عندنا 1150 بيت بدوي كامل الخدمات والمرافق. طيب هرجع بقى للجزء المتعلق بالخدمات يا باشمهندس، هو احنا بنتكلم على مشروعات، بقى احنا بنتكلم على الطرق، بنتكلم كمان على الصرف الصحي، بنتكلم ايضا على الغاز، وبنتكلم كمان على الميه. كم عدد بقى المشروعات اللي تم تنفيذها لو احنا بنتكلم على حصاد السنوات اللي فاتت مع 2020 او حتى المرتقب ان شاء الله باذن الله في 2021؟ واحنا حضرتك حوالي 120 مشروع شغالين فيهم خلال العام المالي الحالي، تم الانتهاء من حوالي 50 مشروع، وفي حوالي 70 مشروع شغالين فيهم حاليا. نعم. بالنسبة لمشروعات الطرق، الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان بينفذ العديد من مشروعات الطرق، حوالي 18 مشروع انتهينا من 6 مشروعات، من أهمهم في طرق في مدينة الحسنة في وسط سيناء بإجمالي 9.5 كيلومتر، وفي طرق بتربط التجمعات البدوية زي طريق أبو غراقد وادي مكتب، ده حوالي 5 كيلو، وفي تطوير ميادين العريش تم الافتتاحها في شهر اكتوبر الماضي، تطوير 5 ميادين رئيسيه في العريش، ودي تعتبر المتنفس الرئيسي والمتنزه الرئيسي لاهالي مدينه العريش، ده بالاضافه لتطوير الطرق المرتبطه بها بين الرئيسيه في العريش. طيب. عندنا طرق تم انهواها في قريه الروضه بمدينه العريش 5 كيلو، شغالين دلوقتي حاليا في 9 مشروعات طرق باجمالي 61 كيلو متر بتكلفه حوالي 203 مليون جنيه. من اهم الطرق اللي شغالين فيها في 12 كيلو متر طرق في العريش، في 5 كيلو طرق في مدينه العبد كمان، وفي طريق الكورنيش حمام موسى بتور سينا بتكلفه 50 مليون جنيه. دي اهم مشروعات الطرق. بالنسبة للإسكان البدوي زي ما قلت لحضرتك مش هعيده تاني، احنا عندنا التجمعات التنموية قلتها لحضرتك، في مشروعات الكهرباء، مشروعات الكهرباء دي مهمة جدا داخل سيناء، وزارة الإسكان بتمد التجمعات البدوية النائية بالكهرباء، مشروعات الكهرباء بالإضافة لإنارة الطرق الرئيسية ومداخل المدن. احنا عندنا تم تنفيذ 3 مشروعات كهرباء باجمالي حوالي 42 مليون جنيه، وبالاضافه لاناره حوالي
156 كيلو متر طرق، من ضمنها الطريق الدولي شرق قريه الروضه بطول 15 كيلو متر، وتدعيم خطوط كهرباء جهد متوسط باجمالي 35 كيلو متر، وتوصيل الكهرباء لمنطقه الصناعات الحرفيه بالمساعيد، ده كان تمويل المحافظه بس الجهاز المركزي للتعمير قام بتنفيذه. والمشروعات اللي شغالين فيها دلوقتي حوالي 13 مشروع كهرباء، برضو إنارة الطرق، وبالإضافة لتوصيل الكهرباء لحوالي 15 تجمع بدوي ما كانش واصلهم الكهرباء، بنمد الخدمة لجميع أهالي سيناء في المناطق النائية. بالنسبة لمشروعات الخدمات والمرافق، إحنا تم الانتهاء خلال العام المالي الحالي من 2 مزرعة بالحمة بأبو زنيمة والرملة بأبو رديس. دي مساحة المزرعة حوالي 30 متر 30 فدان. المزرعة بتبقى فيها زراعات مكشوفة وزراعات محمية صوب، وفيها ده يخليني بقى باشمهندس أتوقف مع حضرتك على عدد هذه المشروعات اللي وفرت الحقيقة فرص عمل للمواطن السيناوي نفسه. فأنا هنا بتكلم على إنه أهالي سيناء نفسهم هم يستفيدوا بهذه المشروعات ويشغلوها، سواء إذا كانوا اللي بيشتغلوا في المشروعات اللي بتحصل على أرض سيناء أو اللي كمان هيستفادوا من هذه المشروعات اللي حضرتك بتذكرها. حضرتك الأولوية في تنفيذ المشروعات داخل سيناء للشركات والمقاولين اللي من داخل سيناء. العمالة طبعا أسهل إن هي تبقى موجودة من سيناء، فإحنا بنعتمد عليهم. حوالي 90% من المشروعات بتنفذ بالعمالة من داخل سيناء، بالإضافة لأن المشروعات اللي بتنفذ زي التجمعات التنموية، زي التجمعات المزارع التنمية المتكاملة اللي بتنفذ دي، اللي بيشتغل فيها حوالي 95% منها اللي بيشتغل فيها من أهالي سيناء نفسهم. نعم. هم اللي بيزرعوا وهم اللي بيشغلوا المزارع السمكية، وحتى منافذ البيع بتدار عن طريقهم داخل التجمعات، أو الفائض منها بيتنقل للمدن داخل سيناء. يعني هم بيكون ليهم الأولوية في الحصول على ان هم يكونوا متواجدين داخل هذه المشروعات، او مثلا هم ياخدوا المحلات التجاريه او الاسواق اللي بتتعمل، بتكون الاولويه لاهالينا في سيناء للمواطن السيناوي. تمام يا فندم. بالاضافه للتجمعات التنمويه الجديده اللي تم افتتاحها، ودلوقتي ان شاء الله هتتخصص، هتبقى الاولويه لاهالي سيناء، والفائض من هذه التجمعات في سواء البيوت او الاراضي الزراعيه دي ان شاء الله هتستغل لأهالينا في الدلتا اللي عايز يتنقل يروح لسينا. نعمر سينا إن شاء الله بمجهود الجميع إن شاء الله، سواء من أهالي سينا أو من أهالي مصر بالكامل. أكيد يا باشمهندس إنه كان في تحديات الحقيقة، وكان في صعوبات، خصوصا وإحنا بنتعامل مع بعض المناطق اللي بتحتاج إصلاح، مع بعض المناطق اللي فيها مساحات صحراوية كمان كبيرة جدا. أكيد كان في تحديات أمام أن يتم عمل هذه المشروعات وهذا الكم من المشروعات في مناطق صحراوية وما كانش بيتم تعميرها من قبل، يعني ما تعملش فيها حاجة قبل كده. فأقصد أقول أن احنا ابتدينا من البداية جدا يعني. أيوة فندم، هو حضرتك احنا عارفين مساحة سيناء 60,000 كيلو متر مربع، مساحة شاسعة. أهالينا في سيناء منتشرين على كامل المساحة في تجمعات صغيرة بخلاف المدن الكبيرة، فعشان نوصل الخدمة لأهالينا في التجمعات البدوية. طب أنا هستأذن حضرتك بس يا باشمهندس عمرو، هنروح لخبر عاجل. كل مشاهدينا عاجل، يفتتح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وأحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن المعرض الذي يقام تحت رعاية السيد الرئيس سيشهد إطلاق مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وذلك بمشاركة كل الجهات الحكومية والشركات المحلية والعالمية المتخصصة في هذا المجال. ويستهدف المعرض التعريب ببرامج التمويل المتاحة في إطار مبادرة تحويل السيارات لطاقة الغاز، وكذلك التوعية بالفوائد الاقتصادية والبيئية الناتجة عن التوسع في استخدام الغاز الطبيعي
كوقود للسيارات وعرض التعاون المشترك بين الشركات المنتجة والقطاع الحكومي للدعم عمليات النقل التكنولوجية وبرامج البحث والتطوير في مجال السيارات العاملة بالغاز، بالإضافة لعرض الخطوات المتخذة لتأسيس البنية التحتية اللازمة لمنظومة خدمة السيارات التي تعمل بالغاز. وأضاف أيضا المتحدث الرسمي أنه من المقرر أن يتفقد السيد الرئيس أجنحة وقاعات المعرض المخصصة للمؤسسات والهيئات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ مبادرة تحويل السيارات إلى طاقة الغاز، وكذلك أجنحة الشركات العالمية المتخصصة العارضة لنماذج وترازات للسيارات التي تعمل بالغاز أو تلك المعدلة. كما يطرح المعرض أيضا أحدث ما تم التوصل إليه في تلك الصناعة، خاصة فيما يتعلق بمعالجة كافة الشواغل والتساؤلات الخاصة بتحويل السيارات للعمل بطاقة الغاز. وأوضح أيضا المتحدث الرسمي أنه طبقا لتوجيهات السيد الرئيس تم تخصيص جناح كامل بالمعرض للوزارات والبنوك وشركات التأمين للتعامل مع المواطنين الراغبين في الاستفادة من مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز وإرشادهم نحو الخطوات والشروط الخاصة بالمبادرة. طيب احنا بنعود وبنجدد الترحيب مرة أخرى بالمهندس عمرو عبد الهادي رئيس المكتب الفني للجهاز المركزي للتعمير. باشمهندس بصبح على حضرتك مرة تانية، وإحنا كنا بنتكلم فيما يتعلق بعدد ما تم إنجازه، وكنت بتكلم تحديدا في آخر نقطة على الصعوبات، خصوصا إنها كانت بعض المناطق، يعني أقصد أقول ما كانش فيها أي نوع من أنواع التعمير في السابق مع دي المساحة الشاسعة اللي حضرتك ذكرتها. حضرتك في مناطق داخل سيناء تعتبر كانت مهملة تماما، وكان مساحات شاسعة ما فيهاش أي أنشطة عمرانية. احنا عندنا كان وسط سيناء وفي اجزاء من شمال وجنوب سيناء، التجمعات التنمويه الجديده اللي بتتنفس حوالي 22 تجمع دي منتشره ما بين وسط وشمال وجنوب سيناء، بحيث الاستهداف تعمير المناطق القاحله الصحراء القاحله اللي ما كانش بيسكن فيها حد قبل كده. بالإضافة طبعا عندنا في مشروعات جديدة هتتم إن شاء الله بنبتدي التخطيط ليها دلوقتي، تجمعات تنموية جديدة تستهدف باقي المساحات الخالية داخل سيناء بالاستفادة من محطة مياه مصرف بحر البقر، المحطة المعالجة بتاعتها دي هتوفر لنا مساحات ممكن تزرع داخل سيناء حوالي 330 ألف فدان، الطاقة بتاعتها 5 مليون متر مكعب من المية، هيتم فيها إنشاء تجمعات زي ال 22 تجمع اللي احنا بننفذهم دلوقتي، نفذنا منهم 18 وباقي 4 تجمعات، دي هتستهدف مساحات أخرى داخل سيناء. احنا عارفين سيناء الاراضي بتاعتها محتاجه ميه وفيها اراضي خصبه كثيره ممكن تضيف للمساحه الزراعيه لمصر بالكامل. احنا بنستهدف كمان التجمعات البدويه الموجوده في المناطق. طب خليني قبل ما نترك جزئيه الزراعه يا باشمهندس عمرو، واحنا عارفين انه بيحصل تنسيق كامل كمان ما بين انواع المحاصيل الزراعيه اللي بيتم توجيه المزارعين في سيناء للتعامل معاها، ازاي بتبداوا عمليه حصر المساحات اللي بتكون جاهزه او مؤهله للزراعه، وبيتم التنسيق ازاي في انواع المحاصيل المختلفه؟ وطبعا بيتم التنسيق ما بين الجهات المعنيه داخل الدوله بالكامل، سواء وزاره الري، وزاره الزراعه بتعمل حصر تصنيفي للاراضي الصالحه للزراعه داخل سيناء، وزاره الري على توفير المياه اللازمه ليها بالتنسيق مع وزاره الاسكان والقوات المسلحه. نعم. بالاستفاده من المياه المصارف اللي كانت بتترمي داخل قناه السويس او داخل البحر اللي ما كانش بيتم الاستفاده بيها، فدي اضافه جديده للمياه داخل مصر واضافه اراضي جديده. سيناء هي امل التنميه لمصر بالكامل وليس تنميه
أهالي سيناء فقط، إنما ده مشروع قومي أو هدف قومي لمصر، إن تنمية سيناء هي بتعود بالخير على مصر بالكامل، سواء إضافة مناطق زراعية، سواء تعمير جديد، سواء تعدين السياحة. طبعا إحنا عندنا كذا نشاط من السياحة داخل سيناء، فالاهتمام بيها برضو ماشي جنب مع جنب مع المشاريع التنموية اللي بتنفذ. مشروع محور قناة السويس بالكامل بيعود بالنفع على أهالينا داخل سيناء وعلى مصر بالكامل. فالاتجاه الشرقي طبقا لأهميته لمصر ده بيعتبر اتجاه التنمية الرئيسي لمصر حاليا. أنا الحقيقة بشكر حضرتك جدا على وجودك معانا وما استعرضت من الحياة من هذه العدد من المشروعات التنموية اللي بكل تأكيد احنا كلنا سعداء بيها زي ما حضرتك ذكرت لها، بس مش مرتبطة بنتكلم على سيناء وغلاوتها عندنا كلنا، ولكن كمان بالخير اللي هيعم من كل مشروع قومي على أرض مصر وعلى يعني أهل مصر كلهم إن شاء الله. كل شكر للمهندس عمر عبد الهادي رئيس المكتب الفني للجهاز المركزي للتعمير. كل مشاهدينا في الصباح أنا بشكركم على حسن المتابعة، وقبل ما أسيب حضراتكم طبعا نشوف معاكم دايما احنا حريصين على ان يبقى معانا استعراض بلغه الارقام لعدد المشروعات، واحنا هنشوف مجال واحد بس اتكلمنا على قطاع واحد وهو مشروعات الاسكان اللي بتحصل على ارض سيناء. بكره ان شاء الله باذن الله اشوفكم على خير. تحياتي لكم اسماء مصطفى، خلي بالكم على نفسكم. تعالوا نشوف الجراف ده ونتقابل على خير ان شاء الله.